19 بديت. هاي شعلة. السلام عليكم. رانا دخلنا محمد لامين شوشة باش يزيد يورينا واحد الأزرار في هذا الجهاز الرقمي تاع XCM شي 25 طن. راهية والخمسين طن وستعشن طن حتى السبعين طن. أنا رأيت جهازها نفسي. عندك ممكن الرافعات الجديدة تغيروا في الجهاز تاع. المهم الآن محمد درك يدخلنا إن شاء الله في البارامتر تاعها في هذه الصفحة الرئيسية ويتفرع لنا شوية في اللغة ويتفرع لنا. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نضغط على التوش تاع البارامتر. فيها مفتاح. مفتاح. بارك الله فيك. أيوة. نضغط. صح. هنا لتغيير اللغة. الأولى هذه. الأول لتغيير اللغة. شفت. اللغة الصينية أو اللغة الإنجليزية. معناتها فيها لغتين فقط. بارك الله. أيوة. صح. التوش الثاني لتغيير وحدات القياس من المتريك إلى الأمبريال. نضغط مثلا حاب نبدل أنا ندير وحدة القياس الأمبريال خاصة بالأمبريال. نضغط على رقم 6. فهمت كيف معناتها كيما الوحدة تاع الأمريكية هذيك تاع الوزن. باوند تاع الباوند. بارك الله فيك. باوند وكيلوغرام. فهمت خلاص. هنا راهم تسمى كاتبين هنا 6 باش تغير واحد سوف تغيرها بالأرقام. هذا بالأرقام بالتوش رقم 1 لل بالمتريك سمى العادي متر وكيلومتر و بالطن والمتر. ايه سمى بالمتر وبالكيلوغرام والاخرى تاع باوند و بارك الله فيك. بالرقم 6. نعم بارك الله فيك. هذه معلومه جديده. هذه هنا درك راه هذه وحده القياد اف تي امريكيه تغيرت. بارك الله. تشوف فيها تغيرت. هذا الرقم راك ما تعملش به انت. احنا رانا ما نستعملش هذا الرقم. نستعملوا المتر ونستعملوا طن. طن تي طن وحده وهذه تاع امريكا. روح هذا هو الكود تاعو 001 ولا ايش. بارك الله. لا خاطي هذا. ايه روح عاود رجعوا كما كان. تدخل في المفتاح بعد ذلك تدخل في الثانيه ثم ترجع الرقم 1 ومن بعد اوكي الرجوع. مباشرة بلا ما تريجستري. هاي هاي رجعت هنا متر. هاي هاي متر وهنا هو راه الطون ماكسيموم طون. شو راه ماكسيموم طون. هاي هاي ماكسيموم طون. هاي انا هذه كان الخاصية عندي في الرافعة نيرانية. المهم احنا نوقف لكم في هذا الفيديو نزيد ندير لكم فيديو اخر والسلام عليكم ورحمة الله.